مؤسسة زاكولا هي مؤسسة معترف بها كجمعية ذات منفعة عامة، تأسست سنة 1997 وتعمل على تعزيز التنمية البشرية من خلال مشاركتها كقطاع ثالث في مجالات التنمية المتعددة في بلادنا. اليوم أنا سعيدة جدا بحضور اليوم لهذا اللقاء اللي كتنظمه مؤسسة زاكورا احتفالا واحتفاء بأزيد من 25 سنة ديال العمل في الميدان من أجل في إطار سواء التربية غير النظامية مع وزارة التربية الوطنية أو التعليم الأولي. واليوم وقعنا واحد اتفاقية شراكة مع مؤسسة زاكورا اللي هي حول جسر الأسرة، لأن بغينا نكملوا هذيك العمل اللي كتقوم به مؤسسة زاكورا مع وزارة التربية الوطنية. احنا غادي نشتغلوا على السنوات ما قبل التعليم الأولي، يعني من بعد بضعة أشهر إلى 4 سنوات، باش نواكبوا الطفل باش يكون عنده واحد الانفتاح ويكون عنده واحد التكوين، ولكن في إطار أيضا مقاربة مندمجة اللي فيها الأسرة اللي فيها الأم، حتى الأم حتى هي خصنا نواكبها والأسرة كلها، خاصة في إطار تمكين اقتصادي للنساء. وأيضا هناك شق آخر في هذه الاتفاقية اللي هو حول تأطير الجمعيات، لأن أطلقنا برنامج جسر الأسرة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله والعناية الكبرى التي يليها للأسرة ولاستقرار وتوازن الأسرة. فوزارة التضامن في إطار التوجيهات الملكية السامية وفي إطار تنزيل البرنامج الحكومي قمنا اشتغلنا على هذا برنامج جسر الأسرة، وعدد تقريبا 120 ديال الجمعيات الشريكة، لكن خصنا نواكبهم باش يكون هذا التكوين ذو جودة. ولهذا هذه الشراكة مع مؤسسة زاكورا أخذا بعين الاعتبار الخبرة ديالها والجدية ديالهم، فغادي يكون التأطير ديال هذه الجمعيات كلها باش يكون عندنا واحد لو لابيل اللي هو علامة جودة ديال هذه الجمعيات اللي كتشتغل، وتكون كلها عندها يعني برامج تكوينية سواء في التربية الوالدية أو الإرشاد الأسري أو فيما يخص يعني الطفولة الصغرى، تكون عندها نفس الجودة فين ما كانت هذه الجمعيات في جميع أقاليم وجهات المملكة. اليوم تنعرفوا تنحتفلوا 27 سنة ديال إنشاء هذه المؤسسة زاكورا للتربية، اللي بديناها بالتربية غير النظامية ومشات ودينا الاندماج هو الديفلوبمون انتيغري، هو التنميه في نفس في القرى، وديناها مع مؤسسه محمد الخامس للتضامن اللي ساعدتنا هي بلا بها ما كناش نشؤوا ذاك البرنامج اللي مهم بزاف، اللي خلقنا اكثر من 150 دابا ديفلوبمون انتيغري اللي كونوا عشرات الالاف ديال الاطفال اللي رجعوا تيخدموا الحمد لله، ولا تيدخلوا الكوليج وتيدخلوا مدارس اخرى في التربيه غير النظاميه. واكثر من هذا كاين الناس اللي حاربنا الاميه عند اكثر من 100,000 ديال النساء والرجال اللي دخلوا عندنا وحرب الاميه، وايضا تكوين هذا ديفلوبمون انتيغري دي دوار التنميه المندمجه في القرى عندها واحد اهميه كبيره، وذاك المساعده اللي عطاتنا مؤسسه محمد الخامس للتضامن كانت هي اللي مكنتنا باش نجحوا، واللي بلي كنا فرحانين بزاف، وصاحب الجلاله جا المره الاولى والثانيه باش يشوف العمل ديالنا وكان فرح بذاك العمل. دونك هذا اليوم هذا فهو تاريخي بالنسبة للمؤسسة، على اعتبار بأننا تنحتفل بالذكرى 27 على تأسيس المؤسسة، 27 سنة من المساهمة في التنمية البشرية من خلال مجموعة ديال البرامج اللي هي برامج بالأساس تربوية تتهم الطفولة المبكرة، تتهم التلاميذ اللي عندهم صعوبات تعلمية والتربوية كذلك، وكذلك المؤسسة قامت بمجموعة ديال البرامج اللي تتخص التكوين والمرافقة ديال الشباب من أجل إنجاز مشاريع اقتصادية، وكذلك كانت هناك مجموعة ديال البرامج تتهم التكوين ديال الفتاة والمرأة القروية من أجل ضمان الاستقلال ديالها. والمؤسسة تتفتخر بأنه اليوم تتسجل رقم اللي تفوق 1,300,000 مستفيد ما بين أطفال وشباب وكبار، والحضور ديالنا متواجد في 12 جهه بالمملكه، وتنحاولوا باش اننا نطوروا البرامج ديالنا في المستقبل بالاستمرار في الشراكه اللي عندنا مع وزاره التربيه الوطنيه والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتهم تعميم وتجويد التعليم الاولي، ولكن كذلك المؤسسه تطمح باش انها كذلك انها تقوم ببرامج تتخص الجمعيات المجتمع المدني من اجل التكوين والمرافقه والاشهاد ديالهم
يعني في افق ان التمكين ديالهم جميع القدرات اللي تدخل لهم المساهمه في التنميه ديال بلادنا. في هذا اليوم درنا لقاء تواصلي باش نتكلموا على 27 سنه الماضيه اللي عاشتها هذه المؤسسه في عده ميادين وخاصه الميدان ديال التربيه، وكذلك في الميدان ديال التمكين ديال النساء والشباب. وكانت فرصة باش نستعرضوا عديد من المنجزات وخاصة نسترشفوا الآفاق التي نصبوا إليها جميعا. والمؤسسة بفضل العمل ديالها الدؤوب وبفضل كذلك رأس المال البشري ديالها والشركاء ديالها، لا من القطاع الخاص ولا كذلك من القطاع العام، والثقة اللي كسبتها رأس المال ديال الثقة اللي كسبته مكنتها باش تكون ما بين الفاعلين الجمعويين اللي عندهم وزن وعندهم تأثير. وعندنا التعليم الأولي قمنا بواحد مجهود خاص، وحاليا عندنا اكثر من 3500 وحده موجوده في عده جهات، وخاصه في القرى وفي المناطق الشبه الحضاريه، ونصبوا الى تطوير اكثر هذا البعد للوصول الى اكثر من 7500 وحده في الافق ديال 2027 2028. وهذا بفضل الثقه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وبفضل كذلك الثقه ديال وزاره التربيه والرياضه والتعليم الاولي. شاركت لمده سنتين ونصف، كذلك حصلت على مسيو مجوج ان 1997 il était animateur de l'éducation non formelle. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.